الشوت. انقل الميكروفون الى الزميل سالم بن علي الحبسي. شكرا للزملاء على التواصل والتعليق، كما انوه على جميع الفائزين من المركز الثاني وحتى المركز الخامس. التوجه الى المكتب المالي مشاهدين الاعزاء المتواجد هنا في ارضية هذا الميدان، التوجه الى المكتب المالي لاستلام جوائزهم. هكذا ينطلق شوط جديد من اشواط الخير والبركة. إذن مشاهدينا الأعزاء تستمر فعالية هذا المهرجان، مهرجان جائزة زايد الكبرى، وانطلاقة أشواط الصباح والفترة الصباحية الخاصة بالحقائق. الأربعة كيلومترات هي المسافة من هذا الميدان ومن عاصمة الميادين. متابعينا الأعزاء، مستمعينا الأفاضل، تهانينا والناموس لجميع الفائزين في أشواطنا الصباحية لأول أيام هذا المهرجان وهذا المهرجان السنوي الكبير. مباشرة دعونا نسرح مع حضراتكم إلى مقدمة الشوط، وكما تشاهدون الأعداد الهائلة التي تشارك في أرضية الميدان. يا سلام، مباشرة دعونا نتابع من يسيطر على مقدمة الشوط والمركز الأول وهذا الشوط الخاص بالحقائق القعدان. متابعينا الكرام، المركز الأول في هذه اللحظات، نتابع في هذه اللحظات، يا سلام، مشاهدينا الكرام نتابع اللي هو الديجور لسيد محمد بن علي بن شرارة الاكتبي، من يسيطر على المركز الأول. المركز الثاني في هذه اللحظات، نتابع مشاهدينا الكرام من يأتي في ثاني المراكز غير مدون لدينا بالكشف. المركز الثاني مشاهدينا الكرام اللي هو شاهين لسيد راشد بن قشيم الشامسي. مشاهدينا الكرام، المركز الثاني غير مدون عندنا بالكشف، ولكن ننتقل مباشرة بدورنا إلى المركز الثالث. الله يا الديجور، الديجور لسيد محمد بن علي بن شرارة الاكتبي، ولكن أيضا وصول أيضا من اسم جديد يصل في هذه اللحظات اللي هو لسيد عبيد بن غدير الوهيبي مع ملفي. مشاهدينا الكرام، المركز الرابع دعنا، والمركز الرابع في هذه اللحظات انطلاقه من شعار محمد بن ناصر بالعوضي المنهالي. الله يا شاهين، المركز الخامس في هذه اللحظات، انتقاله مميزه في هذه اللحظات وغير مدون لدينا بالكشف هنا، ولكن دعونا مع المقدمة ومع بن قشيم الشامسي. يا سلام، مع شاهين متابعينا الكرام، شاهين يسيطر على المقدمة في هذه اللحظات للسيد عبيد بن غدير الشائل وهيبي. مشاهدينا الكرام، وعليه مراجعة لجنة التشبيه والتثبيت. يا سلام، المركز الثاني هناك، نتابع شاهين والانطلاقة والتحدي لسيد محمد بن ناصر بالعوضي المنهالي. الله الله يا ابو ناصر، هنا الانطلاق والتحدي في ارضية ميدان الوثبة في عاصمة الميادين، كما تتابعون هذه الانطلاقات. يا سلام، شوفوا الانطلاقات وشوفوا كثرة الاعداد في هذا الشوط، ولكن ايضا الانتقال واسم جديد يصل في هذه اللحظات مشهور لسيد محمد بن نصيب العامري، يصل في هذه اللحظات لكي ينال المركز المتقدم والمركز الرابع. المركز الرابع هنا غير مدون لدينا بالكشف، ولكن ايضا وصول في هذه اللحظات من اسم خطير من هملول لسيد عامر بن محمد المزروعي، ولكن دعونا نذهب مع المقدمة ونوادع وننطلق الى ملفي ولفا ملفي عبيد بن غدير الوهيبي. يا سلام يا الوهيبي، والسلام هال البدية. وصلنا الكيلو متر الأخير، كيلو الصراع، كيلو عدم الرحمة والانطلاق والتحدي، وملفي بدأ يغادر ويعلن الناموس، ولكن إذا لم يكن لشاهين رأي آخر مع بالعوضي محمد بن ناصر بالعوضي المنهالي يدفع بشاهين. أيضا هنا انطلاق وتحدي
مشاهدينا الكرام، ايضا هنا الديجور محمد بن علي بن جرار، ولكن اسم جديد يصل في هذه اللحظات ملفت، رغش بن حمد بن خيرات العامري. يا سلام، المركز الخامس هنا شعر محمد بن سلطان بن مرخان، ولكن ملفي انطلق، ملفي اذهبوا مع ملفي، ودعا ملفي في جائزة زايد الكبرى عبر قناة أبو ظبي الرياضية، ولكن على الهواء بث مباشر ملفي عبيد بن غدير، ولكن أيضا هنا انطلاق من ملفت رغش بن حمد بن خيرات العامري، أيضا هنا انطلاق مشاهدين الكرام، هنا الاسم الثاني، ولكن مبارك بن رغش بن طباز العامري، ولكن ملفي لفيت يا ملفي وروح يا ابو غدير عبيد بن غدير. يا سلام اهالي البديه، ولكن ايضا الانطلاق والتحدي، الانطلاق ملفت رغش بن حمد بن خيرات، ملفت غير النتيجه من صالحه. يا سلام، تهاني لرغش بن حمد بن خيرات العامري على هذا الانجاز، وفي اللحظات الاخيره ينتزع بساط المركز الاول. المركز الثاني كان من نصيب ملفي لسيد عبيد بن غدير الوهيبي، المركز الثالث كان من نصيب براقي راشد بن حمد بالضعيف، المركز الرابع كان من نصيب هملول لعلي بن جميل الوهيبي، المركز الخامس مبارك بن رغش بالطبازة العامري. تهانينا لرغش بن حمد بن خيرات العامري على فوز ملفت، وشوفوا توقيتنا مع ملفت 6 دقائق 7 ثواني 3 أجزاء من الثانية. تهانينا لبن خيرات العامري على هذا الإنجاز. المركز الثاني كان من نصيب ملفي للسيد عبيد بن غدير الوهيبي، وتوقيته 6 دقائق 7 ثواني و6 أجزاء من الثانية. المركز الثالث كان من نصيب راشد الحمد الضعيف، وتوقيت 6 دقائق 9 ثواني بالوفاء والتمام والكمال. في هذه اللحظات تنتقل الكلمة إلى زميل آخر ليتواصل معكم في أشواط القادمة.